نحن أيها الإخوة محجوبون عن اللذة الحقيقية باللذة الزائفة، هذا هو الحجاب. وإذا أتيح لنا أن نخترق هذه اللذائذ الزائفة ونعيش مع الحقيقة، عندئذ تجدون المعنى الذي لا شبيه له ولا نظير له، وما عبر عنه إبراهيم بن أدهم رحمه الله عندما كان على شاطئ دجلة مضطجعا، فقال: نحن في حالة من النعمة واللذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. كلامه صحيح، نعم، لكن هنالك حجاب، يعني هنالك حجب. عندما عرفت الله تمزق الحجاب الأول، لكن في حجاب ثاني. ما هو حجاب الأسباب التي تبعدني عن المسبب؟ رأيت الماء، خلاص تذكرت الماء، رأيت الدواء، انتهى، لم أعد أتذكر من وضع فيه الشفاء، تذكرت الدواء، وهكذا. فإذا اخترقت الأسباب وصلت إلى المسبب، فأنت دائما مع المسبب، في نومك، في يقظتك، في أكلك، في شربك، في طعامك، في عافيتك، في مرضك، أنت دائما مع المسبب سبحانه وتعالى. يرى الماء النمير العذب الذي يتلألأ في ينابيعه الثرة، عيناه ترى الماء، لكن بصيرته ماذا ترى؟ ترى الإله الذي فجر هذا الماء، لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. يشرب الماء، فمه يتذوق طعم الماء، حلقه يتذوق لذة الماء، أعصابه تتلقى برودة الماء، لكن فكره وخياله كله مع الله سبحانه وتعالى، لا يرى إلا أن يدا حانية من عند الله عز وجل أعطته هذا الماء. يجلس على الطعام ليأكل، يمضغ الطعام لكنه مع الله، لا يرى أنه يأكل طعاما كما يأكله الناس، يرى أنه يجلس على مائدة الله، وأن الله عز وجل ينظر إليه بالرحمة ويقول: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. مهما تقلب، إن مرض ولفحه برد أو كان سبب هنا، نعم يرى السبب، لكنه يعلم أن هذا عبارة عن ابتلاء جاءه من الله، وأنها رسالة إيقاظ جاءته من الله سبحانه وتعالى. إن جاءت العافية بعد ذلك ممكن للطبيب أن يكتب له دواء فيتناول الدواء، لكنه لا يرى الدواء أبدا ولا يرى شيئا إلا فاعلية الله عز وجل. هذه هي الدرجة الثانية من الوصال، وهي أحلى ما يمكن أن يتمتع به الإنسان.